المسؤولين السياسيين المغاربة بدون استثناء يشتموا في الجزائر باش تقفل العلاقات الدبلوماسية تاعها مع إيران، هذا شيء شغلها. ولكن السؤال المطروح، ما دخل الجزائر في هذه القضية؟ واش دخل الجزائر في العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمغرب؟ يتهمون بطريقة غير مباشرة أن الجزائر سهلت أمور حزب الله اللي اللبناني مع سفارة إيران في الجزائر بإرسال أسلحة إلى البوليزان. يعني سيتان فيلم هذا، يعني واحد ما يتصوروش خلاص الفيلم هذا كيفاش داروه كاع. الجزائري معروف عالميا خاصة فيما يسمى بالربيع العربي، واش كان الموقف تاع الجزائر؟ ونمد نفس الموقف، حنا نقولوا ما كاش حل عسكري للأزمات، الحل لابد يكون دائما حل سياسي. وفي الصحراء الغربية وبين الصحراء الغربية والمغرب الحل راح يكون حل سياسي، والحل السياسي حنا طالبين تطبيق لوائح الأمم المتحدة اللي هو تقرير المصير، استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، هذا ما رانا طالبين.